يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الترند. اولى حلقات الاسبوع دايما بتكون حلقات دسمه فيها اخبار كتير جدا على مختلف الاصعده، سواء الصعيد المحلي العالمي، وقبل كل ده كل جديد يخص يتعلق بنادينا الحبيب النادي الاهلي واخر اخباره وكواليسه وتفاصيله على مدار فقرات مختلفه من حلقات الترند زي ما حضراتكم متعودين دايما. لكن اكيد بننتظر تواصلكم معانا من خلال سؤال حلقه النهارده، والسؤال هو عباره عن ايه رايكم في قائمتي الاهلي المحليه والافريقيه اللي اعلن عنهم النادي الاهلي بشكل رسمي قبل انطلاق الموسم الجديد، وكمان اختارها مارسيل كولر المدير الفني السويسري الجديد للنادي الاهلي. هننتظر تفاعلكم معانا من خلال السؤال على صفحات القناه المختلفه على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وانستجرام، وهناخد تفاعلكم في الجزء الاخير من الحلقه كما هو المعتاد. لكن قبل التفاصيل اكيد بيبقى في عناوين كتير جدا مهمه، تعالوا نشوفها. في ترند الاهلي، الفريق يبدا التدريبات بنظام اليوم الكامل غدا. وكمان أفشة وشريف يقتربان من العودة للتدريبات الجماعية. أما في الترند العالمي، هالاند يواصل التألق والتسجيل في الدوري الإنجليزي. الراجل هالاند ده بيجيب جوان من قبل ما يلعب، يعني قبل الماتش يبتدي كده ممكن يكون داخل الماتش معاه جون ولا جونين. النهارده قدر ان هو يفوز مع مانشستر سيتي بنتيجه 3-0 في مباراتهم قدام ولفرهامبتون في ملعب الولفز، فاكيد بدايه ممتازه لهالاند، 11 جون في 7 ماتشات، عدد كبير قوي في الحقيقه. لكن خلينا بالتالي نتكلم على مباريات اليوم واهمها ونتائجها كمان. نبتدي بالدوري الانجليزي، وهي المباراه اللي ابتدت النهارده في الجوله الحاليه ما بين ولفرهامبتون ومانشستر سيتي، واللي انتهت بفوز مانشستر سيتي بنتيجه 3-0 بعد 55 ثانيه. دي بروين عمل اسيست لجريليش اللي بيجيب جون بعد فتره طويله قوي قوي من الغياب عن التهديف، وبعد كده قدر في الدقيقه 15 او 16 هالاند يجيب الهدف الثاني من اسيست من برناردو سيلفا، والهدف الثالث كان اسيست دي بروين لفودن عشان تنتهي المباراه اللي شهدت حاله طرد لكولينز مدافع ولفرهامبتون وتنتهي بنتيجه 3-0. في الوقت اللي انا بكلمكم فيه دلوقتي في ماتش بيتلعب ما بين نيوكاسل وبورنموث، الشوط الاول انتهى بتعادل سلبي بدون اهداف، والشوط الثاني ابتدى في هذه اللحظات، والساعه 6:30 مساء هتكون مباراه توتنهام هوتسبير مع ليستر سيتي اللي ماشيين بشكل مش جيد، وتوتنهام هوتسبير اللي جايين من هزيمه مفاجاه في اللحظات الاخيره بنتيجه 2-0 امام سبورتنج لشبونه في الشامبيونز ليج، فالمباراه هتكون مهمه جدا. بتوقع تالق وتفوق توتنهام مع كونتي على ليستر سيتي اللي مش في افضل حالاتهم بالمره. ده بخصوص الدوري الانجليزي. اما بخصوص الدوري الاسباني فالنهارده ايضا في عدد من المباريات. مباراه ريال مايوركا اتلعبت امام الميريا، وريال مايوركا قدر ان هو يفوز. ريال مايوركا يا جماعه على الميريا اللي فاز، اللي عندي هنا ريال مايوركا اللي على الشاشه، ريال مايوركا هو اللي فاز 1-0. طيب المباراه بتتلعب دلوقتي ابتدت الساعه 4 ما بين برشلونه وإليتشي. برشلونه متقدم بنتيجه 2-0، وليفاندوفسكي طبعا بيواصل احراز الاهداف وتفوق لبرشلونه في الشوط الاول على إليتشي. الساعه 6:30 هتبقى مباراه فالنسيا مع سيلتا فيجو، والساعه 9 بالليل اتلتيك بلباو مع رايو فاليكانو في ظل حاله الترقب من كل جماهير الكره الاسبانيه والعالميه. اكيد لمباراه الغد اللي هتكون الساعه 9 بالليل ما بين ريال مدريد واتلتيكو مدريد، هذه المباراه المميزه والمرتقبه. طيب كمان الدوري الايطالي النهارده في مباريات مهمه، نبتدي بمباريات او مباراه بولونيا مع امبولي. امبولي فاز بنتيجه 1-0. سبيزيا هيلعب الساعه 6 مع سامبدوريا، وايضا تورينو هيلعب الساعه 9 الا ربع مع ساسولو. يعني دي اهم وابرز المباريات في مختلف الدوريات العالميه، واكيد الاكثر متعه هي مباريات الدوري الانجليزي طبعا زي ما احنا عارفين دايما. طيب خلينا نروح لفاصل، لان بعد الفاصل عندنا تفاصيل كتير جدا جدا هنتطرق ليها ونتكلم عنها بكواليس وبقضايا كمان مهمه بتخص جماهير النادي الاهلي في كل مكان، فاستنونا بعد الفاصل. We'll be right back.
قائمة الأهلي الإفريقية اللي أعلن عنها مارسيل كولر المدير الفني الجديد للنادي الأهلي أول أمس بالتحديد، وهو كان آخر موعد لإرسال القائمة الأفريقية أو الإفريقية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد قيد هؤلاء اللاعبين في القائمة المحلية أولا. فبالتالي اكيد ان شاء الله باذن الله نتمنى للمجموعه دي كل التوفيق. بس هنا يا جماعه في توضيحات مهمه جدا، ممكن يكون البعض من جماهير النادي الاهلي، البعض قليل بالمناسبه، اللي ممكن ما يكونش واخد باله من حاجه زي دي، ان المجموعه دي ال 34 لاعب اللي تم اختيارهم في القائمه الافريقيه دول هيلعبوا ماتشين بس، اللي هم الماتشين في دور ال 32، يا اما مع فريق الجيش الرواندي اللي فاز في مباراه الذهاب في رواندا على فريق الاتحاد المنستير التونسي، او مع فريق اتحاد المنستيري لو قدر ان هو يعوض الهزيمه في مباراه الذهاب امام الجيش الرواندي. اللي هيكسب فيهم وماتش اعتقد خلال اليومين دول ماتش الاياب، اللي هيكسب فيهم هيقابل الاهلي في دور ال 32، وهتبقى اول مباراه للنادي الاهلي خارج ملعبه، هتكون يوم 7 او 8 اعتقد، يوم 8 اكتوبر، وبعد كده مباراه الاياب هتكون يوم 15 اكتوبر. فالمجموعه دي هتلعب الماتشين دول بس في افريقيا، وبعد كده بدايه من شهر يناير كولر يضيف بعض العناصر، بالتحديد 6 عناصر لهذه القائمة المكونة من 34 لاعب، يضيفهم بقى على حسب رؤيته الفنية، صفقات جديدة مثلا معينة قد يتم إبرامها خلال الأيام القليلة المقبلة، بعض العناصر اللي ممكن تكون شابة في قائمة الفريق، كهربا مثلا اللي موجود في القائمة المحلية وتم قيده بالفعل، هل هيتم الاستعانة به في القائمة الأفريقية؟ طبعا بنسبة كبيرة هيتم الاستعانة به مع شهر يناير أو بعد الماتشين دول بالتحديد، عشان دي تبقى واضحة بالنسبة للجماهير أول ما يترفع عنه الإيقاف بإذن الله تعالى. ففي لعيبه وفي يعني مساحه لاضافه عناصر مهمه، وعدد 6 لاعبين متبقيين للاهلي في القائمه الافريقيه عشان تكمل 40 لاعب ده عدد مميز قوي، تقدر من خلاله ان انت تعوض اي يعني نواقص تكون عندك طبقا للرؤيه الفنيه لمارسيل كولر المدير الفني الجديد. فاكيد طبعا اللي بيزين القائمه دي تواجد الصفقات الجديده سواء برونو سافيو، مصطفى سعد لاعب سيراميكا، هو وشادي حسين ايضا الثنائي اللي الاهلي تعاقد معاهم مؤخرا وتم الاعلان عنهم بشكل رسمي بخلاف طبعا برونو سافيو اللي قلنا عنه اللاعب البرازيلي المميز. فان شاء الله باذن الله الكل يكون موفق في المرحله اللي جايه، وانا بشوف ان اهم صفقه بالنسبه للنادي الاهلي هو مارسيل كولر، مدرب كبير، مدير فني مميز، واحد عنده خبرات كبيره قوي، بدايته مبشره. هتقولي هو لعب ماتشات؟ لا، بس في كده مؤشرات بتبقى ايجابيه من ناحيه التنظيم، من ناحيه قرارات اداريه قويه، من ناحيه مثلا موضوع اليوم الكامل ده. جمهور الاهلي سعيد قوي بنظام اليوم الكامل اللي طبق او هيطبق من بكره باذن الله في بالنسبه لفريق النادي الاهلي. ففي حاله من حالات التركيز والتفاؤل الموجوده، والاهم من كده ودي معلومه انا بقولها لحضراتكم، في قناعه عند اللاعبين بالمدرب، في قناعه باسلوبه ومن خلال كلامه معاهم، وفي نفس الوقت في ايه تقبل للتدريبات القويه جدا اللي بيعملها مع الفريق. هل انا معنى كده انا بقول لك احنا بقى جامدين قوي والمدرب ده اجمد حاجه في الدنيا وهيجيب لنا كل البطولات؟ اكيد نتمنى يجيب لنا كل البطولات وده الهدف الاساسي، لكن حتة التوفيق من عدم ودي بتاعت ربنا بقى، إن شاء الله يكون موفق وإن شاء الله بإذن الله يقدر يحقق طموحات ويعني أحلام جماهير النادي الأهلي في كل مكان. لكن أنا بشوف إن البداية مبشرة، المؤشرات جيدة، مؤشرات جيدة، إن شاء الله تكمل على خير ببطولات كبيرة وبأداء كمان يكون جيد بالنسبة للفريق في أرضية الملعب يعني. فده بخصوص قائمة الأهلي الإفريقية. هتكلم بالمناسبة على الصفقات لأن في جزئيات مهمة جدا لازم تتوضح لجماهير النادي الأهلي. خلينا كمان بس نروح للقائمة المحلية اللي أكيد اللي متواجد فيها هم هؤلاء اللاعبين اللي موجودين في القائمة الأفريقية، لكن في البعض منهم ما تمش قيده في القائمة الإفريقية، أبرزهم محمود عبد المنعم كهربا في انتظار حل الأزمة الخاصة به، بخلاف كمان عمار حمدي اللي لسه ما تم الشفاء بشكل كامل من إصابة الرباط الصليبي وقدامه بتاع حوالي من 3 لـ4 أسابيع ويكون جاهز بإذن الله تعالى. في كمان اكيد عناصر اخرى مثلا مش مقيده في القائمه المحليه، الناس هتسالني على مغربي ومصطفى سعد هم ليه مش موجودين في القائمه المحليه، عشان دول يا جماعه مواليد 2001 ومقيدين تحت السن، لكن في نفس الوقت هم تم قيدهم بشكل رسمي في القائمه الافريقيه. في عدد من الاستفسارات القليله اللي دايما لازم تتوضح بالنسبه للجماهير يعني. هتقول لي ما هو مغربي مقيد اهو في القائمه المحليه، لا هو يعني دي ممكن تكون نازله بالشكل ده في الاعلان اللي قدامكم او في البوست ده، لكن هو المفروض ان هو بيبقى مقيد تحت السن مغربي هو مصطفى سعد، بدليل ان مصطفى سعد مش موجود في القائمه المحليه لانه مقيد تحت السن. فدي جزئيات مهمه، ده كمان بخصوص القائمه المحليه.
قائمه الانتظار والكلام كان عليها كتير جدا، وبالتحديد على صلاح محسن لاعب النادي الاهلي الحالي حتى هذه اللحظات. ليه كل التقدير وليه كل الاحترام، واحد من اللعيبه المميزه الموهوبه، بس ما كانش موفق مع الفريق خلال مراحل كتير جدا سابقه، وابرز المراحل دي اللي هي في نهايه بطوله الدوري لما خد عدد من الدقائق وما كانش موفق فيها بشكل كبير. هل معنى كده ان يبقى في تقليل من صلاح محسن؟ طبعا لا، طبعا لا، ده لعيب على قوه الاهلي ولعيب مميز، وحتى لو اي لعيب يا جماعه مش على قوه الاهلي ليه كل الاحترام والتقدير، وكل لعيب بيبص لمستقبله من وجهه نظره، وفي نفس الوقت الاهلي بيشوف برضه مستقبل الفرقه من وجهه نظره، وفي نفس الوقت تاني صلاح محسن فيه قناعه كبيره قوي بامكانياته. هتقول لي امال ليه اتحط في قائمه الانتظار؟ لانه مش موفق الفتره الاخيره، محتاج يخرج اعار يستعيد مستواه بشكل كبير ويرجع باذن الله يكون اضافه للنادي الاهلي. المؤكد ان صلاح محسن قدامه فرصه لحد يوم 10 اكتوبر اللي هو اخر موعد للانتقالات الصيفيه في مصر، غلق باب القيد هيكون يوم 10 اكتوبر، فقدامه فرصه لو في عرض هو واقف عليه او وافق عليه عفوا، فبالتالي هتبقى فرصه انه يخرج ويلعب ومش هيبقى فيه اي مشكله خالص. هل هيخرج؟ ممكن يكون عن طريق البيع، عن طريق فسخ التعاقد، دي امور كلها مستبعده. صلاح محسن لو خرج من النادي الاهلي هيبقى على سبيل الاعاره نظرا لقناعه النادي بامكانياته المميزه، لكن في برضو يعني ايه تاكيد على ان اللاعب ما كانش موفق خلال الفتره اللي فاتت مع الفريق. فابرز العناصر في قائمه الانتظار هو صلاح محسن، نتمنى له يا رب كل التوفيق ويرجع النادي الاهلي لو خرج اعاره يرجع بافضل صوره ممكنه. مصطفى فوزي كمان اللي بيقترب من احدى الانديه ننتظر برضو الاعلان الرسمي، ومحمد النجار ده احد اللاعبين الصاعدين من قطاع الناشئين في النادي الاهلي، نتمنى لهم جميعا كل التوفيق. بمناسبه الحديث عن قوائم الفريق، ففي اكتر من جزئيه لازم نتطرق ليها، لان خلال الساعات اللي فاتت وبعد ما الاهلي اعلن عن قوائمه المحليه والافريقيه الناس ابتدت تقيم الصفقات وتقول لك ايه ده، هو الاهلي عمل 3 صفقات بس؟ الفريق اللي هو كان بيعاني مع نهايه الموسم الماضي في اكتر من مسابقه وباداء كان سيء وبنواقص كتيره قوي قوي في بعض المراكز يتعاقد فقط مع 3 صفقات؟ فلازم نوضح حاجة، أولاً فترة الانتقالات الصيفية ما خلصتش، الأهلي لم يكتفي بهذه الصفقات، بل كمان الأهلي سعى للتعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين، لكن صدم بالطلبات المبالغ فيها من بعض الأندية، فالأهلي كان ليه استراتيجية معينة، وأنا بشوف إن هو نجح فيها بشكل كبير جداً، هو تحديد أسعار السوق المصري. خلي بالك من الجزئية اللي زي دي، يعني ممكن بعض الانديه شافت مستوى الاهلي في الموسم المنقضي فقال لك ده الاهلي هينزل بتقله في السوق ويحاول يدفع فلوس كتير جدا عشان ياخد اللعيب اللي هو عايزه، لكن المؤكد يا جماعه ان الاهلي ما بتلويش دراعه. هنعيد ونتكلم تاني في الجزئيه دي، لان لازم الحاجات اللي زي دي تتوضح للجمهور او لبعض من الجماهير اللي مش واخدين بالهم من حاجات زي دي. الاهلي مش هتلوي دراعه، ممكن اكون عايز لعيب بس تطلبش مني 4، ممكن اكون عايز لعيب تطلبش مني 5 مليون دولار، لاعبين في البطوله المحليه عندنا هنا في مصر، فده كلام غير منطقي بالمره. ممكن ادفع فلوس في لعيب يكون اجنبي جايبه مثلا زي سافيو، لاعب اخر من المتوقع التعاقد معاه خلال الفتره اللي جايه بمبلغ ما، ممكن في الحته حد يكون يجي يضيف لي، لكن تقارب المستويات في الدوري المصري واضحه قوي يا جماعه للجميع، فما فيش ما يستدعي للتعاقدات مع عدد من اللاعبين بدون عقل من غير ما تفكر، مش اللي هو انا بتعاقد لمجرد التعاقد، لا انا عندي قناعه اصلا باللاعبين المميزين اللي عندنا، لكن اكيد محتاجين اضافات، اكيد محتاجين اضافات. حصل 3 اضافات مفيش اكتفاء بيهم، من الوارد جدا جدا انك تسمع عن صفقه او اتنين، من الوارد انك تسمع عن صفقه او اتنين من دلوقتي لحد يوم 10/10، كل ده طبقا لايه؟ ودي برضو نقطة مهمة لازم الناس تبقى واخدة بالها منها، طبقا لرؤية كولر هو الآمر الناهي في التعاقدات. هتقولي طب ما هو كولر، وده سؤال يمكن الناس سألته لي بالمناسبة، ما هو كولر ما يعرفش إمكانيات اللاعبين المصريين. هقول لك إن كولر من ساعة ما جه بيتفرج على لقطات كتير جدا من اللاعبين اللي كانوا مرشحين جدا للتعاقد أو الانضمام للنادي الأهلي المحليين. في منهم وافق عليهم ومنهم قال لك لا عايزين كواليتي اعلى من كده. فالراجل مش بيرفض مثلا وخلاص او بيوافق وخلاص.
لكن اكيد بيشوف وبيدرس الامور ازاي وبيشوف احتياجات الفريق طبقا للتقارير اللي بتقدم ليه. فكولر هو صاحب القرار في التعاقدات، لازم الناس تفهم حاجه زي كده او تاخد بالها من حاجه زي كده، على غرار ما يحدث في اوروبا. جوارديولا مثلا بيتحط له ميزانيه، عم جوارديولا في مانشستر سيتي يروح شوف انت عايز تجيب مين طبقا للميزانيه المحطوطه، راح جاب لك هالاند بمبلغ وقدره، مش عارف جاب لاعب في الدفاع بمبلغ وقدره، هو عارف بيتحرك ازاي واحتياجاته. نفس القصه مثلا في برشلونه تشافي، نفس القصه بيتحط له ميزانيه يروح يتعاقد. دلوقتي نفس القصه مع كولر عندنا في النادي الاهلي، هو اللي بيتحكم في التعاقدات وحقه ليه كل الصلاحيات. فنتمنى له يا رب كل التوفيق. لكن الاهم يا جماعه ان احنا لازم ما ننساش العناصر المميزه اللي عندنا. وانا على مدار الحلقات في الاسبوع ده هحاول بقدر المستطاع اتكلم عن لاعب لاعب، بالتحديد من كباتن فرقه النادي الاهلي ومن اللاعبين البارزين في الفرقه اللي ممكن يكون البعض منهم كان متاثر شويه بضغط الماتشات وبتلاحم المواسم، فبالتالي الاداء ما كانش هو في المرحله الاخيره من الموسم الماضي لحد ما ابتدوا ياخدوا راحه. فلازم احنا نفوق لاعبتنا، نفكر الناس بيهم، نقول ان احنا عندنا لعيبه سوبر افضل من اي لعيب موجود في الدوري المصري. فخلينا نبتدي بحارس مصر الاول وحارس افريقيا، ده حارس افريقيا ده احسن لعيب داخل القاره اللي هو محمد الشناوي. تعالوا نروح نشوف الفيديو جراف ده عن محمد الشناوي ونرجع نتكلم. محمد الشناوي مش محتاج اي اشاده او مش محتاج اي تقييم دلوقتي، افضل حارس في افريقيا، واحد ما كانش موفق خلال الفتره الاخيره من الموسم الماضي، لكن في اعتبارات كتير جدا وفي عوامل وظروف كتير جدا زيه زي اي واحد من زمايله تعرضوا ليها، وكلنا عارفين العوامل دي وكلنا عارفين الاسباب. لكن في نفس الوقت ما ينفعش ننسى قيمه كابتن الاهلي محمد الشناوي اللي هيرجع باذن الله افضل من الاول بكتير، افضل من الاول بكتير، افضل لاعب في افريقيا، عنده امكانيات عظيمه قوي وحارس مصر الاول. فلازم نفكر بعض بامكانياته، نفكر بعض بارقامه المميزه، بتاريخه مع الفريق، القابه العديده اللي جابها ومساهماته البارزه والمؤثره في حظ الاهلي المختلف الالقاب خلال السنوات الاخيره. فكل يعني المسانده والثقه لمحمد الشناوي. واحد كمان من كباتن النادي الاهلي رامي ربيعه، تعالوا نشوف ارقام رامي ربيعه ونرجع نعلق. رامي ربيعه واحد من كباتن النادي الاهلي اللي في الحقيقه خلال الفتره الاخيره من الموسم اللي فات كان عليه تحدي كبير قوي ان هو يكون قائد لمجموعه من الشباب اللي طالعين من قطاع الناشئين في النادي الاهلي، ونجح في التحدي ده بشكل ملفت واشتغل بشكل كويس جدا وقاد الفرقه في مرحله كانت صعبه للغايه. النتائج ما كانتش، او المستوى بالتحديد مع سواريش ما كانش افضل حاجه، لكن رامي بالتحديد كان عليه عبء كبير قوي قدر ان هو ينجح فيه وقدر ان هو يعديه بشكل مميز جدا، وقدر يفكر جمهور الاهلي بمستويات رامي الرائعه مع الفريق في مراحل كتير ما كانش موفق فيها بسبب الاصابات اللي كانت مكرره، بسبب يعني بعض العوامل اللي اثرت عليه، لكن في مراحل اخرى عديده قدر ان هو يحقق من خلالها القاب. يا جماعه رامي ده خارج
من الجيل او خارج مع الجيل اللي هو بتاع ابو تريكه اللي تم تصعيده. انا فاكر كويس جدا مع كابتن عبد العزيز عبد الشافي زيزو في احدى المواسم، اعتقد 2009 يا جماعه ولا 2010 فكروني، او قبل كده كمان، لا قبل كده 2009 2010 قبل كده طبعا، تم تصعيده ومع جيل ابو تريكه وبركات وائل جمعه وكل العناصر الجيل التاريخي بالنسبه للنادي الاهلي، وكان ملفت للغايه. وجت فتره من الفترات كان هو وحجازي الاثنين اللي ماسكين دفاع منتخب مصر مش النادي الاهلي بس. الفتره الاخيره ابتدى يفكر جماهير الاهلي بمستواه، فكابتن من كباتن الفرقه، واعتقد في قناعه كبيره جدا من جمهور النادي الاهلي بادائه مؤخرا، ربنا يحميه من الاصابات عشان يكون احد العناصر كمان المميزه والاضافيه بالنسبه للفريق في خط الدفاع في الموسم الجديد. فانا النهارده ابتديت باتنين من كباتن الفرقه اللي هم الشناوي ورامي ربيعه، بكره باذن الله هنروح لعنصرين اخرين نقدر نتكلم عنهم كمان باستفاضه ونقول دورهم خلال الفتره اللي فاتت وباذن الله ثقتنا فيهم خلال الفتره اللي جايه. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل. استنى، اهلا بحضراتكم مره ثانيه. الفريق بيواصل استعداداته للموسم الجديد تحت قياده كولر المدير الفني السويسري الجديد للنادي الاهلي، واستعدادات كلها قويه للغايه ومتناسبه بشكل جيد مع موسم باذن الله يكون الاهلي موفق فيه رغم صعوبته وصعوبه المنافسه في مختلف بطولاته سواء على الصعيد المحلي او الافريقي، نظرا ل يعني كم الانديه المميزه الموجوده في مختلف المنافسات والقوه الشرائيه اللي بقت كبيره بالتحديد كمان في الدوري المصري وبالطبع في افريقيا يعني. فبالتالي عايزين نطمن بشكل اكبر على فرقتنا واستعداداتهم خلال المرحله الحاليه، وخصوصا الاهلي عنده مباراه وديه مع بتروجيت يوم الاربعاء اللي جاي وهي اولى وديات الاهلي مع كولر. فخلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز محمد توفيق رئيس القناة الاهلي من مقر النادي بالجزيره، واكيد تابع يعني الاجزاء الاولى من مران اليوم عشان يقول لنا بعض التفاصيل المهمه بتتعلق بالتدريب. يا توفيق مساء الخير. مساء الخير يا امير، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بك يا محمد، عايزين نطمن على الفرقه، الاستعدادات ايه النهارده وابرز ملامح المران؟ يعني يا امير زي ما ذكرت الفريق يعني بيخش اسبوع الثاني من فتره الاعداد استعدادا ان شاء الله للموسم المقبل اللي هيبتدي على طول بالمنافسات الافريقيه ان شاء الله مطلع الشهر المقبل مع احد الفريقين سواء المنستيري التونسي او الجيش الرواندي. يعني عاوز اقول لك كان امبارح كان الفريق اتدرب على فترتين، فتره صباحيه وفتره مسائيه، النهارده التدريب على فتره مسائيه بس، يمكن التدريب ابتدى ببعض التدريبات البدنيه الخفيفه ومن بعدها بعض التدريبات بالكره. عاوز اقول لك كمان ان الفريق ان شاء الله هيدخل من بكره على طول يا امير معسكر مغلق باذن الله، هيبتدي من بكره وحتى يوم الخميس المقبل باذن الله هيكون في احد الفنادق القريبه من مقر النادي الاهلي هنا بالجزيره. هيكون التدريب يوميا على فترتين هنا في النادي الاهلي صباحا ومساء. يمكن كمان مارسيل كولر المدير الفني للفريق قرر ان التدريب الثاني بكره ان شاء الله هيكون في السادسه والنصف بعد انتهاء مباراه المنستيري التونسي والجيش الرواندي. يعني فضل ان الجهاز الفني واللاعبين يشاهدوا المباراه في فندق الاقامه بكره علشان يشوفوا يعني احد الفريقين هيكون منافس الاهلي ان شاء الله في دور 32 من دوري ابطال افريقيا في نسخته الجديده باذن الله. يمكن النهارده طبعا بيشهد التمرين استمرار غياب اللاعبين الدوليين اللي مع المنتخب الاول سواء محمد الشناوي، ايمن اشرف، حمدي فتحي، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد، والوافد الجديد شادي حسين، كمان اللاعبين المنضمين للمنتخب الاولمبي طبعا حمزه علاء، محمد اشرف، محمد مغربي، رأفت خليل، وبرده الوافد الجديد مصطفى سعد. كمان يمكن اليو ديانج بيغيب عن التدريب النهارده يا امير طبعا لمشاركته مع منتخب بلاده والسفر لمالي للمشاركه في الاجنده الدوليه. علي معلول موجود في تمرين اليوم ولكن ان شاء الله بكره موعد سفره في 9 صباحا، هيكون سفره للانضمام للمنتخب التونسي والمشاركه في يعني الاجنده الدوليه المقبله. زي ما انت ذكرت في 3 مباريات وديه خلاص الجهاز الفني استقر عليهم، الاولى هتبقى امام بتروجيت ان شاء الله يوم 21، هتبقى هنا على ملعب التتش في الجزيره، والمباراه الثانيه هتكون يوم 25 مع اسوان برده على ملعب مختار التتش، والمباراه الاخيره زي ما صرح لنا كابتن سالم عبد الحفيظ هتكون يوم 29 امام طلائع الجيش، ودي هتكون على استاد الاهلي والسلام في مدينه السلام باذن الله. كل التوفيق طبعا زي ما انت قلت للنادي الاهلي ويكون موسم باذن الله يحقق النادي الاهلي فيه كل اهدافه ويسعد طبعا جماهيره، ده من الهدف الاول لجمهور النادي الاهلي يا امير. طيب توفيق، عايز اسالك عن بعض اللاعبين وبالتحديد عايز ابتدي بسافيو ومدى يعني الانسجام او التناغم، حتى لو لسه الموضوع طبعا محتاج وقت شويه، بس قول لي الامور بالنسبه له ماشيه ازاي، ملامح على وجهه من خلال ما انت بتشوفها، ايه الاخبار، مدى سعادته، مدى تناغمه مع اللاعبين في تدريبات الفريق.
يمكن يا امير طبعا يعني ده من حسن حظ اللاعب ان اللاعب جه على طول في فتره اعداد، فزي ما انت شايف على طول يعني في لسه ما فيش مباريات، ما فيش تلاحم مباريات، فده هيخلي فيه فرصه انه يخش مع اللاعبين. عاوز اقول لك انه موجود ومتلاحم مع اللاعبين. انا فاهم قصدك وفاهم سؤالك. لا ما فيش عزله خالص، هو واحد من الفريق أوي. مندمج مع الفريق. يمكن في احاديث جانبيه دايما بتجمعه ببعض اللاعبين. طبعا انت عارف ان طبيعه اللاعبين البرازيليين او امريكا الجنوبيه بشكل عام هي قريبه جدا من طبيعه اللاعب المصري او العربي، سواء من اسلوب اللعب او كمان اسلوب الحياه. يعني دايما بتبقى الفرق كبير جدا من اللاعبين اللي بيجوا من اوروبا وبعض الشيء من اسيا، ولكن اللاعبين اللي بيكونوا من امريكا الجنوبيه يعني ستايل الحياه وستايل اللعب كمان بيبقى متشابه. امير يعني بما انك سالت على بعض اللاعبين، ففي بعض اللاعبين برده حابب اطمنك عليهم، يمكن محمد مجدي قفشه ومحمد شريف النهارده. يعني دكتور احمد ابو عبله اتكلمت معاه ان هم غائبين الاثنين عن مران اليوم، فقال لي لا هو البرنامج التاهيلي بتاعهم بيتضمن اليوم حصولهم على راحه، يمكن كانوا موجودين في الفترتين التدريبيتين اليوم بالامس وشاركوا في اجزاء كبيره جدا من التدريب، ولكن هو متضمن لبرنامجهم ان النهارده راحه، من بكره ان شاء الله هيكونوا موجودين برده مع الفريق، وهياخدوا برده بعد التمرينات الجماعيه، مش هيخشوا بنسبه 100% طبعا مع الفريق، ولكن هيكونوا موجودين بالنسبه اللي بيحددها الجهاز الفني. وعاوز اقول لك ان شاء الله يعني باذن الله يعني عودتهم للتدريبات الجماعيه بشكل كبير وكامل ان شاء الله تكون قريبا باذن الله. امير طيب كهربا، انا شايف يعني اللقطات قدامنا دلوقتي على الشاشه في ابتسامه على وجهه يعني خلال عدد من اللقطات المختلفه اللي اتعرضت دلوقتي، فاوصف لي حالته المعنويه اخبارها ايه، وفي نفس الوقت مدى جاهزيته الفنيه والبدنيه، لان الجزئيه دي مهمه جدا. يعني هو موجود بشكل كامل جدا مع الفريق يا امير، يمكن زي ما انت شفت من خلال لقطاته حتى من الايام السابقه شفناه في التدريبات هو كهربا موجود مع زمايله بعلاقاته طبعا وباسلوبه المختلف عن اي لاعب تاني، طبعا ده بتعكسه مهارته كمان في الملعب. يعني الجاهزيه بقى البدنيه والفنيه دي طبعا هتبان خلال الفتره القادمه، وان شاء الله يكون موجود في المباريات الوديه مع الفريق. لكن طبعا يعني زي ما انت شفت اعلان القائمه سواء المحليه او بالافريقيه طبعا يعني عمل ارتياح كبير جدا اكيد على كهربا وكل عناصر الفريق، ان شاء الله تبقى قائمه قادره على تحقيق طموحات وامال جماهير النادي الاهلي، ويكون موسم يا امير يعني زي ما نقول بالعلامه الكامله باذن الله. عندنا دوري ابطال افريقيا، عندنا الكاس، عندنا الدوري، ان شاء الله نكون موفقين والنادي الاهلي يحصل على العلامه الكامله وباذن الله يسعد كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان يا امير. بيرسي تاو مدى او يعني امتى يقدر يشارك في التدريبات مع الفريق ومدى جاهزيته للمشاركه، وقول لنا الميعاد طبقا لمعلوماتك يا توفيق. اتكلمت بالفعل مع دكتور احمد ابو عبد رئيس الجهاز الطبي بالنادي الاهلي قبل بدايه المران على طول، واتكلمنا عن بيرسي تاو، قال لي بيرسي تاو واحمد نبيل كوكا كان الاثنين في المرحله النهائيه من البرنامج العلاجي والتاهيلي اللي موضوع لهم، وان شاء الله يعني موعد عودتهم بقى للتدريبات بشكل فعلي ده هيحدده دكتور احمد ابو عبد، يعني تبع يعني طبقا ل يعني جاهزيتهم وطبقا ل يعني زي ما بنقول استيعابهم وللبرنامج العلاج الموضوع ليهم، ولكن هم في المرحله الاخيره من البرنامج التاهيلي ده بالنسبه لبيرسي تاو واحمد نبيل كوكا. بقيه اللاعبين الحمد لله موجودين بشكل اكثر من رائع، زي ما طمنتك برده في البدايه على شريف وقفشه، ان شاء الله يعني باذن الله يعني مع بدايه الموسم امير او اول اسبوع كمان في الموسم تكون قائمه النادي الاهلي باذن الله مكتمله بإذن وان شاء الله نتمنى التوفيق على مدار الموسم، وربنا يبعد عنها الاصابات عشان فريق النادي الاهلي ان شاء الله يكون عند الميعاد وحقق كل جماهير امال وطموحات جماهير النادي الاهلي باذن الله. باذن الله توفيق. انا بشكرك شكرا جزيلا. زميلنا العزيز محمد توفيق من رئيس القناه الاهلي كان معانا على الهواء مباشره من مقر النادي الاهلي بالجزيره، وقال لنا اخبار كتير جدا مهمه بتتعلق بالاصابيين بتتعلق بالمصابين وايضا جاهزيه بعض اللاعبين ابرزهم سافيو وكهربا، وكمان قال لنا موضوع بيرسي تاو وموعد مشاركته ان شاء الله يكون قريبا جدا في التدريبات، لان هو عنصر من العناصر المهمه جدا المقايضه طبعا معاك محليا وافريقيا. اكيد نتمنى له التوفيق هو وزمايله. هروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل. استنوا معاكم مرة تانية. أكيد في أخبار كتير جدا اتقالت عن النادي الأهلي من خلال الصفحات الرسمية على السوشيال ميديا وبعض المواقع المختلفة، خلينا نروح نشوف أهم وأبرز الأخبار دي ونعلق عليها. نبتدي باليوم السابع حسابهم على تويتر، واللي بيقولوا إن كولر يطلب تقريرا عن المصابين في الأهلي قبل تطبيق نظام اليوم الكامل، ودي حاجة مش جديدة يا جماعة بالمناسبة. يعني هو طبيعي الراجل بيطلب كل حاجة تتعلق باللاعبين، وكل لاعب ليه ملف أكيد بتقرير مفصل عنه، سواء بقى إصابات، مشاركات، عدد دقايق، عدد أهداف، كل أي حاجة، أي حاجة تخص كل لعيب أكيد هي قدام كولر دلوقتي بعد تقارير مختلفة اتقدمت ليه يعني. فده طبيعي وهو حقه الاطلاع الكامل على كل صغيرة قبل الكبيرة جوه النادي الأهلي. والناس بصراحة يعني في روح مختلفة يا جماعة جوه النادي، في روح مختلفة، والراجل شخصيته قوية. احنا برضو بنقول ايه الحاجات اللي واضحة دلوقتي،
الجانب الفني بقى ده هنشوف ان شاء الله في الملعب، اكيد محتاج وقت وان شاء الله يكون موفق ولا منت، لكن شخصيه قويه، واضح ان هو عنده خبرات كبيره وطلاق طبيعي، سي في قوي، مسك انديه كتير، مسك منتخب النمسا عمل فيه طفره في الحقيقه، وخد بطولات قبل كده مع انديه مختلفه، فباذن الله يكون موفق مع الفرقه. طيب خلينا نروح كمان لخبر اخر، وده ايضا من اليوم السابع، بيقول لك ان كولر بيجهز اكرم توفيق في وديات سبتمبر لقياده الاهلي بدوري الابطال. اكرم جاهز 100% لخوض اي لقاء، وقلت لحضراتكم اكتر من مره انه كان من المفترض انه يلعب اخر ثلاث مباريات في بطوله الدوري المنقضي، وفي نفس الوقت سواريش المدير الفني السابق للفرقه هو اللي كان ليه رؤيه مختلفه، كان المفروض يتم تجهيزه بعدد دقائق محدده يعني بالتنسيق مع الجهاز الطبي، لكن ما شاركش. دلوقتي اكيد مؤكد هيشارك في الوديات، عندك ماتش بتروجيت مع اسوان مع طلائع الجيش، فاضافه قويه جدا بالنسبه للنادي الاهلي بالطبع اكرم توفيق. نروح للمصري اليوم وبيتكلموا على كولر، وبيقول لك ان هو بيظهر العين الحمراء للاعبي الاهلي مبكرا، ودي بتبقى بعض يعني التقارير، ويعني ان هو الراجل بيركز معاهم. وبالمناسبه يا جماعه، بس عشان مع كامل احترامي لكل يعني العناوين المختلفه، بس العنوان ده انا بقراه كل مدير فني جديد، لازم يبقى في عنوان كده ينزل يقول لك ايه المدير الفني فلان الفلاني بيظهر العين الحمراء للاعبي الاهلي، المدير الفني فلان، تحس انه عنوان ثابت، حتى مش في الاهلي بس، مختلف الانديه، اي مدير فني جديد يقول لك الراجل اظهر العين الحمراء. فلسه شويه، واحده 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 واحده، فلسه حتى مفيش ماتشات وديه اتلعبت، لكن اكيد الراجل حاطط سيستم ونظام جديد مهم قوي، وباذن الله يكون مناسب للاعبين. نروح لحساب الاهرام على تويتر ويقول لك عاجل، الاهلي يبدا خطه تحجيم الاساسيين وكولر يجهز الهدافين الجدد. هم عاملين تقرير بس مش عارف ليه عاجل، يعني مش عارف، بس ماشي اوكي. وكمان صوره يعني صوره كده مكتوب عليها عاجل بالبونت العريض، فتحس ان تتخض شويه تتاخد كده فاهم، لكن في كل الاحوال يعني هم عاملين زي تقرير يحترم طبعا، ان كولر عايز يعتمد على عناصر جديده في القوام الاساسي بالنسبه للفرقه طبقا للي هو كان شافه من فيديوهات لمباريات سابقه بالنسبه للاهلي، ما بشوف الكلام ده سابق لاوانه، لكن ممكن نقرا الحاجات اللي زي دي من خلال الماتشات الوديه، نشوف مين اللي هيشارك، ابتدى يعتمد على مين، مركز مع مين بشكل كبير، واكيد مركز مع الفرقه كلها، لكن ممكن يكون ليه اسلوب محدد في اللعب، كل الحاجات دي نقدر نستشفها من خلال المباريات الوديه مثلا بشكل مبدئي، قبل طبعا نخوض في المباريات الرسميه والتحدي الرسمي الاول في بطوله دوري ابطال افريقيا في مستهل الشهر في دور 32 من البطوله. نروح لحساب مبتدا وبيقول لك خاص كولر وراء تاخير الاهلي في حسم الصفقه الاجنبيه السنيه، ده حقيقي، ده حقيقي، خبر حقيقي بنسبه 100%. الاهلي كان عنده بعض الاسماء المرشحه بقوه ان هي يعني تنضم للنادي الاهلي وتبقى اخر اسم كلاعب اجنبي يقفل قائمه الاجانب جوه النادي الاهلي. الاهلي دلوقتي عنده اربع اجانب، تيرسيتاو، علي معلول، ديانج، واخيرا سافيو. في لاعب جاي؟ طبعا في لاعب جاي. من خلال مين؟ من خلال اختيار كولر. هو فعلا اللي اخر الصفقه الاجنبيه، الراجل مش مستعجل. انت قدامك حوالي 23 24 يوم لحد ما القيد في مصر يقفل. فواخد اريحيته، واخد الاريحيه في الاختيار، بتشوف، بتفكر، بتختار صح، بتحاول تشوف المركز اللي انت محتاجه، رغم ان الاولويه شويه هتكون ناحيه الوينج يعني بالنسبه للوينج الايسر بالنسبه للنادي الاهلي، لكن برضو القرار بتاع كولر وهو المتحكم في موضوع الصفقات هو اللي هيختار الصفقه الاجنبيه الاخيره. نروح لكوره بلس وقائمه الراحلين على الاهلي في ميركاتو 2022، يعني هم بيتكلموا على بعض اللاعبين اللي مشيوا من النادي الاهلي، وقال لك احمد رمضان بيكم صاحب ال 25 عام خلاص مشي، راح طبعا ضم سيراميكا كليوباترا لمده 3 مواسم، نتمنى له كل التوفيق. نفس الكلام بالنسبه لمحمد شكري، ان شاء الله يكون موفق، من اللاعبين المميزين قوي قوي بصراحه شكري. واحمد سيد غريب اللي راح الاتحاد السكندري برضه لاعب واعد، محمود وحيد راح طلائع الجيش، مكيسوني راح ابها السعودي، نتمنى لهم يا رب كل التوفيق. تعالوا نروح للخبر الاخير في ترند الاهلي، وخبر بيتعلق بجيانا فاروق بطلتنا المصريه وبطله النادي الاهلي، وده من خلال كوره بلس حسابهم على تويتر، وان جيانا فاروق تحصد جائزه فاطمه بنت مبارك افضل رياضيه عربيه. وجيانا اكيد من اللاعبات المميزه جدا في لعبه الكاراتيه، وبالتالي اكيد تستحق جوائز زي كده بصراحه، حاجه ممتازه قوي. كمان من ضمن اللاعبات
ابناء النادي الاهلي وابطالنا في مصر. يعني هي هنا جوده اللي خدت جائزه برضو فاطمه بنت مبارك افضل ناشئه صاعده رياضيه، وهي تستحق برضو، هي موهبه كبيره قوي قوي بصراحه ما شاء الله عليها، يعني بتحقق نتائج غير متوقعه من لاعبه في المرحله السنيه دي. فدي اللقطات اللي حضراتكم شايفينها من التكريم المميز ده، وهم يستحقوا بشكل كبير قوي قوي هذا التكريم، لكن الاهم دايما الاستمراريه على الانجازات والبطولات وتشريف اسم مصر في المحافل الدوليه المختلفه، هو ده دايما بيبقى الهدف الاساسي. وهي دي اللقطات اللي حضراتكم شايفينها من خلال حفل تكريم او جائزه فاطمه بنت مبارك. طيب خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل هنرجع نكمل بعض الاخبار المستجدة. سؤال حلقة النهارده كان ايه راي حضراتكم في قائمتي الاهلي المحليه والافريقيه؟ خلينا ناخد تفاعلكم معانا من خلال صفحات القناه المختلفه على السوشيال ميديا، ونبتدي بطه علي واللي قال من وجهه نظره لسه القائمه ناقصه لعيبه، لاعب بديل للسوليه، لاعب بديل لمعلول، طرف شمال، التحديات الموسم القادم قويه جدا بتوفيق لنادينا الحبيب. وجهه نظر من طه علي، وان شاء الله باذن الله برضو الرؤيه اكيد بتبقى ممكن تكون مختلفه داخل النادي الاهلي، وخلينا منتظرين دايما لنهايه فتره القيد اللي هتكون يوم 10 اكتوبر من الشهر المقبل في مصر. وايا كان مين القايمه او ايا كان مين الموجودين، ان شاء الله نتمنى للجميع التوفيق والتوفيق للنادي الاهلي في اختياراته. طيب يعني دي كانت اهم وابرز الاخبار على مدار فقرات مختلفه من حلقه الترند النهارده، دي كمان كانت حلقتنا، ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد في حلقه جديده بنفس البرنامج، فاستنونا. الى اللقاء.